سوك تاتي جوم نمبي او او نمبزمو نمبي اماي شايني امين امانويل بنوتي بن اورو. قصة خلاصنا دي اهم قصة في الوجود. اسبوع الالام يا احبائي بنسميه اسبوع الطيب، فربنا حمل جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور من ادم الى اخر الدهور. كيف نقضي اسبوع الالام؟ نهيئ أنفسنا الفكر والقلب قبل أسبوع الألام، ولا سيما أن نقدس صوما بنسك مش زي أيام الصوم الكبير. بابا شنو ده كان عايش في أسبوع الألام على الدقة، فأنا قلت له قبل ما يتنيح بسنتين مثلا نحط مع الدقة زيتون. ما ردش علي، مش عاجبه الكلام. من أنت أيتها المباركة؟ لا القديس متى قال اسمك ولا القديس مرقس قال اسمك، واضح أن هما الاتنين ما يعرفوكيش، أنت مين؟ فأجابت أنا امرأة بسيطة: الرب معكم ويبارككم يا أحبائي بكل بركة روحية، لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن إلى الأبد. آمين.